لمكافحة الأمراض التنفسية الحادة. يعطينا أكثر تفاصيل الدكتور حكيم. صباح الخير دكتور. بخير ونشكرك على الاستضافة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. إذا تعطينا فكرة عن هذا البرنامج الوطني. البرنامج الوطني هذا بدا في السنوات في الثمانينات، نعم، وكان نوع من الترصد للفيروس النزعه الموسميه اوليا، نعم، وبعد بعدك شي بعد 2009 معناها تم توسع تاع الترصد، ما عادش برك من مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه، نعم، ولا ترصد حتى في مراكز استشفائيه، اقسام استشفائيه تاع الامراض الصدريه، تاع امراض الساريه، واقسام انعاش. نعم، الترصد ما يلمش الاقسام الكل، لكن موزعين على الجمهوريه التونسيه الكل. نعم، وبالطريقه هذيك ولينا توسعنا. بعد شي وقت رجع الكوفيد، دخل الكوفيد زاد في المنظومه، ودخلوا حتى فيروسات اخرين في تحت المراقبه. اي انا باش نسالك، شنو هي اسباب انتشار النزله هذه؟ النزله الموسميه هو الفيروس، فيروسات النزله الموسميه هما فيروسات يبدلوا معناها الجينات نتاعهم، نعم، معناها يصير يخسروا كمية صغيرة من الجينات، يخليهم ما عادش الجهاز المناعة يعقلهم. معناها هذيك علاش من موسم إلى موسم التلقيح بدو يتبدل، باش معناها يلم الفيروسات الجدد، على خاطر كل عام عندنا فيروسات نزعة موسمية جديدة. نعم، معناها فما أربع أنواع فيروسات يمثلوا خطورة نتاع نزعة موسمية، يمثلوا خطورة بالنسبة للإنسان. زوز من يعني الخطورة مهما كان عمر الإنسان، كبير صغير طفل رضيع. فما عناصر عندهم عوامل الاختطاف اللي هم المسنين بالاخص فوق 65 سنه، نعم، المراه الحامل اللي عرضه باش تعمل تعكرات كبيره بفيروس الانفلونزا، عندنا العباد اللي عندهم امراض مزمنه من السكري، غرض الدم، قصور القلب، قصور الكلى، اللي يعملوا دياليزم مثلا، العباد اللي عندهم امراض تنفسيه بالطبيعه، حتى اللي عندهم مرض الربو الفده، اي، واللي عندهم حتى مرض الكبده. فما العباد اللي عندهم معناها نقص في المناعه، فما امراض تعطي نقص في المناعه، هذوكم بتبعثهم عرضه. واخيرا عندك العباد اللي عندهم مرض السمنه. اذا اللي عندهم الحالات هذه لابد انهم يحتاطوا اكثر من غيرهم. يحتاطوا اكثر من غيرهم، وبربي نسينا حتى الصغار اللي عندهم امراض. صحيح، نعم. البرنامج التلقيح كيفاش تعملوه؟ برنامج التلقيح هو احنا نبداو التلقيح في اكتوبر بالضبط، على خاطر احنا النزله الموسميه تدخل تدريجيا، نعم، فيروسات النزله الموسميه يدخل تدريجيا، بعد شيء تصير الذروه عاده في اخر جانفي اول فيفري، لكن نجمو كيما نلاحظوا عام 2017 2018 ولا عام 2022 23 تنجم تجي حتى في اخر ديسمبر، لكن اغلب الوقت الذروه تجي في اخر موفى شهر جانفي بدايه شهر فيفري. اذا العمليه دكتور تتطلب مده معينه. اي المناعه المنجره عن التلقيح تجي بعد على الاقل اسبوعين من تلقي جرعه. اي نعم نعم. والعبد بالطبيعه لازم يمشي، ما يكونش مستبرد ولا مريض باي حاجه اخرى وقتها، اي مرضى حاده في الفتره هذيك. اي باش نجم التلقيح يعطي الفاعليه نتاعو اللي توصل اكثر من 80%. نعم، العمل نتاعكم دكتور حكيم يمتد على اشهر يعني. العمل هو المراقبه في الاقسام الاستشفائيه تدوم على عام كامل، في المراكز الرعايه الصحيه الاساسيه تدوم مده معناها ما يعادل 17. صحيح، لكن التلقيح راهو العبد يلزم يلقح من نهار 17 اكتوبر حتى موفى شهر جانفي نجم يلقح، على خاطر احنا في تونس عندنا الفكره بان عبد استبرد مره معناها خذيه مره الجريب هذاك هو معناها محمي نهايه الموسم. لا، الجريب راهي هي اربع انواع كما قلت لك تاع فيروسات خطيره، لاشان ان لاش خوان دو معناها البي يا ماجاتا وبي فيكتوريا.
العاب نجم يمرض فيروس منهم في اول فصل الشتاء ولا اخر فصل الخريف ويعاود يمرض من بعد يمشي بفيروس اخر. هذاك علاش ماذا بيه حتى كان مرض وعنده عناصر الاختطاف يلقح. اذا المواطنين مدعوين باش يمشيوا يقوموا بعمليه التلقيح في مراكز في المستشفيات، كيفاش البرنامج؟ لا، فما المصنين ما المصنين اللي يتبعوا في مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه، اذا كيمشيو مراكز الرعايه الصحيه الاساسيه مسلسين عليهم المقايدين فيهم غادي كفا عندهم منظومه يخدموا لهم ويلقحوا لهم. نعم. لكن ولا اي واحد نجم يمشي للصيدليه ويتحط معناها وياخذ معناها يشري التلقيح ويتلقى هذيك. واضح واضح. شكرا دكتور حكيم الغرد منسق البرنامج الوطني لمكافحه هذه النزله التنفسيه الحاده. شكرا.